في نص للنبي عليه الصلاة والسلام يقول نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاجر شر من عمله. إذ أن الإنسان يعطى على النية ما لا يعطى على العمل، لأن القاعدة في القبول في الأعمال في الأساس إنما هي رحمة الله. قال لا يدخل أحدكم الجنة برحمة بعمله، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قل السيدة عائشة لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالت له ولا أنت يا رسول الله؟ قال لها ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن الأساس إنما هو عفو الله، حتى شهادة الناس وما يكون من عطاء موجود وما يكون من عمل مكتوب لك في صحائف العمل، هذا كلها لا تساوي شيئا. قد كان أبو العتاهية رحمه الله كان يقول إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرأت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني، ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. إذن القاعدة إنما مرجعها إلى عفو الله، إلى رحمة الله، إلى لطف الله. إذا أحاط بك اللطف وعمك العفو فأنت من الناجين. أما أن تتكل على عملك فإن عملك لا يساوي شيئا. لو وضع في الميزان ووضع من النعم ما أعطاك الله أقل نعمة يمكن أن توزن بعمل حياتك كله ستكون أثقل في الميزان. والنعم الأخرى ماذا تفعل له؟ ماذا يكون مقابلها؟ فالإنسان إذن إنما يأخذ أجره على هذا.